مرحبا بكم، هنا المحور الإنساني وهنا حديث عن إدارة الخدمات الصحية. لكن قبل ذلك نرغب في التعريف بشكل موجز ببطاقة تعريفية للمحور الإنساني الذي تأسس في 14/10/2015، ونقول أن للمحور الإنساني مجلس إدارة دولي وإداريون مكتبيون وميدانيون وهيئة استشارية دولية. المحور الإنساني أعلن انطلاقته من شمال إفريقيا واختار الجزائر البلد الذي تم إعلان الانطلاق منه، ثم أقام حفل إشهاره في الأردن، يعني انطلاقة من الجزائر ثم حفل إشهار في الأردن. ثم أن المحور الإنساني شارك في أكثر من مؤتمر وفعالية دولية كما قلنا في كل من الجزائر والأردن، بالإضافة إلى ذلك مصر، الكويت، سلطنة عمان، بولندا، أوكرانيا ودول أخرى. يقع المقر الرئيسي للمحور الإنساني في الأردن، جبل الويبدة، العاصمة الأردنية طبعا، جبل الويبدة، جبل معروف أو منطقة معروفة بكونها منطقة ثقافية ومهتمة بالتراث العربي والإنساني. يعمل المحور الإنساني بالثلاث لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، وقلنا أننا نعتمد دائما على زملائنا من شمال إفريقيا في اللغة الفرنسية نظرا لمعرفتهم الواسعة بها. المحور الإنساني أيضا نرغب في الإشارة إلى أنه عقد مؤتمرا دوليا بعنوان التسرب من المدرسة، الوقاية والعلاج. هذا المؤتمر عقد في الأردن بمشاركة عربية ودولية واسعة النطاق، في 8 و9 سبتمبر لعام 2018 وبرعاية وزير التربية والتعليم في الأردن. طبعا نظرا لمسألة التسرب أو لمشكلة التسرب من المدرسة من أهمية كبيرة على المجتمعات العربية كما تعلمون، خاصة في هذا الزمان الذي نعيشه. نعود إلى الحديث في إطار الخدمات الصحية المتكاملة أو إدارة الخدمات الصحية. وهناك تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، لكن نحن هنا نود الإشارة إلى ما يلي. على الرغم مما أحرز في السنوات الأخيرة من تقدم كبير في مجال الصحة، بيد أن التحسين النسبي لم يكن متكافئا بين البلدان وداخلها، فعلى الصعيد العالمي يتعذر على ما يربو على 400 مليون شخص الحصول على الرعاية الصحية الأساسية. وحتى عندما يمكنهم الحصول على الرعاية فعادة ما تكون ذات طابع مفتت أو نوعية متردية، ومن ثم تظل استجابة النظام الصحي ومستوى الرضا عن الخدمات الصحية منخفضان في العديد من البلدان. فعلى سبيل المثال، تعتبر النظم الصحية الهشة وغير المتكاملة من العوامل الحاسمة التي ساهمت في اندلاع فيروس الإيبولا في غرب أفريقيا، كما أن استمرار عدم التواصل بين النظم الصحية وتعزيز القدرات في إطار اللوائح الصحية الدولية يعرض باقي البلدان الأخرى للمخاطر. أيضا نود الإشارة إلى أنه لا يزال العديد من البلدان تواجه مشاكل كبيرة بسبب عدم التكافؤ الجغرافي في الحصول على الخدمات الصحية، ونقص العاملين الصحيين، وضعف سلاسل التوريد، وحتى بالنسبة للأمراض التي تحظى بالأولوية من قبيل التغطية الصحية للأمهات والأطفال بالخدمات الأساسية لا تزال منخفضة بالعديد من البلدان، وتتسم تواصلية رعاية العديد من الأمراض الصحية كذلك بالضعف بسبب ضعف نظم الإحالة. فالتركيز على نموذج الرعاية العلاجية المعتمدة على المستشفيات وعلى كل مرض على حدة فيما يشبه الجزر المنعزلة يقوض من قدرة النظم الصحية على توفير رعاية شاملة وعادلة. طيب، أيضا نود الإشارة إلى أن إحراز تقدم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، اللي هو الحديث دائما عن ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش
صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، يتطلب من البلدان المضي قدما نحو التأكد من حصول جميع الناس والمجتمعات على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية والمأمونة والمقبولة. طيب، أيضا إن اعتماد نظم الرعاية الصحية الأكثر تركيزا على الناس يمكنه تحقيق فوائد جمة للصحة والرعاية الصحية لجميع الأفراد، بما في ذلك تحسين فرص الحصول على الرعاية وتحسين الصحة والحصائل السريرية وتحسين الإلمام بالأمور الصحية والرعاية الذاتية وزيادة الرضا عن الرعاية وتحسين الرضا الوظيفي للعاملين في مجال الصحة وتحسين كفاءة الخدمات والحد من التكاليف الكلية في هذا الإطار. ولذلك يستند، نقول الآن يستند تحقيق الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس على مدخلات النظام الصحي، بما في ذلك توافر وسهولة الوصول إلى العاملين الصحيين وكفاءتهم وجودة الخدمات التي يقدمونها، وتحدد مسودة الاستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية، لأن هناك مسودة في هذا المجال، الإجراءات اللازمة على المدى المتوسط لضمان سبل الوصول إلى القوى العاملة الصحية التي تتمتع بالكفاءة والحافز. طيب، نحن هنا أنا يعني يمكن أن أشير إلى ما يلي، يعني أنه الاستراتيجية هذه أو تتمثل فيما يلي، يعني أولا تمكين الناس والمجتمعات وإشراكهم في شؤونهم الصحية، ثانيا التعزيز وتصريف الشؤون والمساءلة، ثالثا إعادة توجيه نموذج الرعاية، رابعا تنسيق الخدمات داخل القطاعات وفيما بينها، خامسا خلق بيئة تمكينية، وهذا مهم جدا، خلق بيئة تمكينية، ويساعد تحقيق هذه الاستراتيجيات الخمسة مجتمعة في بناء خدمة صحية أكثر طبعا فعالية. لذلك أنا أرغب في وضع الأمر كما يلي، على شكل بضعة أسئلة يمكن يعني أن نضع فيها الفائدة أو يعني نلخص فيها الفكرة. السؤال الأول، مستوى الرضا عن الخدمات الصحية منخفض في كثير من البلدان بسبب ألف ضعف أو تعذر الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، باء السعي لمعالجات مجانية، جيم الرغبة في إلقاء السبب على الدول، دال ضعف الثقافة الصحية. طبعا الجواب ألف، ضعف أو تعذر الحصول على الرعاية الصحية الأساسية. السؤال الثاني، إن إعداد نظم الرعاية الصحية الأكثر تركيزا على الناس يساهم في ألف تحسين الصحة، باء زيادة الرضا عن الرعاية الصحية، جيم تحسين الرضا الوظيفي للعاملين في مجال الصحة، دال جميع ما ذكر. طبعا الجواب جميع ما ذكر. ثالثا الخدمات الصحية المتكاملة هي التي تركز على ألف الأمراض والتشخيص، باء علاج الأمراض، جيم إعادة التأهيل والخدمات المرطفة. طبعا دال جميع ما ذكر. طبعا الجواب دال جميع ما ذكر. خدمات صحية متكاملة يعني فيها تركيز على الأمراض والتشخيص، وفيها تركيز على علاج الأمراض، وفيها تركيز على إعادة التأهيل. السؤال الرابع، على الرغم مما أحرز في السنوات الأخيرة من تقدم في مجال الصحة، فإن التحسين النسبي لم يكن متكافئا بين البلدان وداخلها، نعم أم لا؟ الجواب نعم، نعم لم يكن التحسن النسبي متكافئ. السؤال الخامس، لا يمكن تقديم الرعاية الصحية الأساسية لجميع الناس، نعم أم لا؟ طبعا لا، يمكن بمزيد من الجهد، بمزيد من العدالة، يعني تقديم الرعاية الصحية الأساسية لجميع الناس. في النهاية جولة مختصرة ومقتضبة داخل مقر المحور الإنساني، هنا كما تلاحظون تظهر بعض الأوسمة التي حصل عليها المحور الإنساني، هنا أيضا تظهر المكتبة، مكتبة المحور الإنساني، ويتضم أكثر من 1000 كتاب،
ومكتبة غنية بكتب متنوعة، ونقول لكم إلى اللقاء.